إذن علم الأحياء ونظرية التطور عند ابن خلدون، وسؤال مطروح: هل كان ابن خلدون مكتشف فكرة التطور أو الاسترسال بين عالم الجماد وعالم النبات وعالم الحيوان وعالم الإنسان، بين ما هو مادي وما هو حي وما هو عاقل؟ وما يعتبر ابن خلدون من أوائل العلماء الذين أشاروا أوجه الشبه بين القردة والإنسان، حيث يقول في المقدمة: ثم انظر إلى عالم التكوين، كيف ابتدأ من المعادن ثم النبات ثم الحيوان على هيئة بديعة من التدرج، آخر أفق المعادن متصل بأول أفق النبات من الحشائش وما لا بذر له، وآخر أفق النبات مثل النخل والكرم متصل بأول أفق الحيوان مثل الحلزون والصدف، ولم يوجد لهما إلا قوة اللمس فقط. ومعنى الاتصال في هذه المكونات أن آخر أفق منها مستعد بالاستعداد القريب لأن يصير أول أفق الذي بعده، واتسع عالم الحيوان وتتعددت أنواعه وانتهى في تدرج التكوين إلى الإنسان صاحب الفكر والرؤية، ترتفع إليه من عالم القردة الذي اجتمع فيه الحس والإدراك ولم ينتهي إلى الروية والفكر بالفعل، وكان ذلك أول أفق من الإنسان بعده، وهذا غاية شهود. هناك من يفسر أن هذه الأفكار مذكورة في ربما بمعنى أو بآخر في الوحي القرآني، وهناك يعني في مسألة آيات التكوين والخلق، في مسألة الطبيعة، النظر في الطبيعة من الزاوية القرآنية، علم الكونيات أو نظرية الطبيعة، نظرية الولادة، نظرية المخلوقات عن العناصر المكونات، مكونات الحياة. هناك من يرجع ذلك إلى إخوان الصفا الذين أخذوا هذه الأفكار في إخوان الصفا في الموسوعة خلينا الوفاء، أخذوها عن الفلسفة الهندي، والفلسفة التي تقول بتناسخ الأرواح وتناسخ الأجساد وتناسخ إذن، وفكرة العودة الأبدية، فكرة العودة الأبدية، وبالتالي هي أسطورة بعض فيها العناصر الميثولوجية ولكن مختلطة بعناصر دينية، ولكن هناك من نظر لها في المجال الطبيعي، وهذا التراسل، هذا الاسترسال بين عالم المادة وعالم الحياة وعالم العقل والروح يعني العالم المعنوي، عالم النطق الذي هو عالم الحرية والإرادة الذي هو عالم الإنسانية. هناك تأكيد هناك أن هناك حدث، هناك تحول، هناك تطور، يعني وهذا التطور يعني هو تطور طبيعي وأننا وصلنا إلى الإنسان. ولكن الإشكال هنا في نظرية ابن خلدون والمسائل الكلامية والفقهية التي يتبناها سواء عند أهل السنة والجماعة أو من خلال نظرية الأشاعرة في علم الكلام، علم الأصول، أو من خلال الفقه المالكي، فكيف ممكن التوفيق بين هذه الأفكار حول التطور الطبيعي و يعني الأفكار الدينية الأخرى التي تتنافى مع ذلك، تعتبر أن الله هو الذي خلق الموجودات، أصل البشرية هو سيدنا آدم، هناك الأصل الأول، جميعنا جميع البشر، سكان البشر منحدرين من أصل واحد والذي هو آدم أمنا حواء. بالتالي هناك تباعد بين النظريتين. ربما ابن خلدون يقول بالطبيعة، إذا قال بالطبيعة ويعني قوانين الطبيعة وآمن بقوانين الطبيعة وكان من الطبيعيين، فيمكن في نظرية علم الأحياء ويمكن أن يقبل نظرية التطور بالمعنى الدارويني فيما بعد، قال الأصلح هو يعني الانتخاب الطبيعي و الأعضاء، العضو الذي يشتغل يذبل، ونظرية التكيف بين التأقلم بين يعني الإنسان أو الكائن الحي والمحيط والبيئة، وليس بذلك المعنى وبتلك القوانين التي فصلها داروين، تشارلز داروين أو قبله يعني لامارك في نظرية التحول، أو كذلك بيفون في التاريخ الطبيعي، ولا حتى بالمعنى يعني الذي حدث فيما بعد الداروينية الجديدة فيما بعد، خاصة في نظرية الطفرة في علم الأحياء هنا، وفي نظرية علم الوراثة أو نظرية يعني
كل تلك الأشياء يعني لم يتوصل إليها ابن خلدون، وإنما هناك إرهاصات، هناك إرهاصات. أن ابن خلدون كان مع فكرة التقدم، تقدم في عالم الطبيعة، في عالم الطبيعة هناك قرابة، هناك تشابه، وكان في الخلق هناك في التكوين وفي الخلق هناك درجات، في البداية هناك جماد، بعد ذلك هناك نبات، وهناك تواصل استرسال بينهم، ثم بعد ذلك بعد النبات هناك حيوان، وبعد الحيوان هناك الإنسان، وكان الإنسان هو الثمرة الأخيرة للتطور الطبيعي. من جهة أنه طبائعي ويؤمن بالطبائع يمكن ذلك، ولكن من جهة كونه فقيه ومتكلم ويتبنى قناعة دينية فإنه سيرفض ذلك، وسيقول بنظرية الخلق من لا شيء، خلق الإله من لا شيء لجميع المخلوقات، وأن الإنسان لا يختلف جذريا عن، ليس له أي قرابة لا من قريب ومن بعيد بالقردة وبتلك الأشياء. كيف انعكست هذه النظرية الطبيعية في مجال السلوك، في المجال العملي؟ نحن نعلم أن كتاب المقدمة هو كتاب يتقي بامتياز، كتاب في الآداب، وفيه الصناعة، كل الصناعة العملية مذكورة، وخاصة في نظرية التربية والتعليم. وابن خلدون في نظرية التربية والتعليم والصناعة هو يعني فيلسوف موسوعي وعالم بما يقول، له مساهمات فعالة في عالم التربية، والذي لم يكن معروف كعلم أكاديمي قبل ابن خلدون، بعد ابن الجزار في تربية الصبيان، والقابوسي في آداب المعلمين. لم يكن علم التربية يعني اختصاص علمي مستقل بذاته، وابن خلدون يعني تعامل معه كعلم أكاديمي مستقل، ووضع له شروط وأركان وأهداف معينة. ويعني هناك رائد، إذا يمكن أن نعتبر أن ابن خلدون رائد. يعني صحيح أن الفارابي ذكر في بعض يعني في النصوص في بعض كتبه أن يعني الفرق بين التعليم بالاحتذاء والتعليم بالتقليد، وذكر بفوائد التعليم، ولكن لم كان ذلك ضمن يعني النشاط الفلسفي المعهود للفارابي، ضمن الميتافيزيقا التي يريد تأسيسها. لم يتحدث الفارابي عن التعليم وعن التربية فن قائم الذات وعلم قائم الذات مستقل عن الفلسفة بغض النظر عن الميتافيزيقا. إذن بالنسبة إلي إن العلم يعني عند ابن خلدون ينقسم إلى علمين، علم نقلي وعلم عقلي، والعلوم النقلية المتمحور حول الوحي، والعلوم العقلية المنطقية والتي والرياضيات وكل العلوم الدقيقة والعلوم الطبيعية. وهنا بالنسبة إلى ابن خلدون أكد على عملية التدرج في تعلم العلوم. يعني الإنسان الطفل ينبغي أن يربى على تعلم وتلقن العلوم النقلية في البداية، والعلوم اللغوية، ثم فيما بعد ينتقل إلى تلقين إلى تدريسه وتعليم العلوم العقلية والعلوم الرياضية والعلوم الصورية والعلوم التجريبية. وينبغي الخطوة الثانية أو القاعدة الثانية في التعليم، ينبغي أن يكون هناك تدرج في التعليم، وليس نبدأ بالأبسط نحو الأكثر تعقيد، ثم يعني لا تعطى العلوم دفعة واحدة كما يحدث الآن، وإنما هناك عملية تبويبية وتصنيفية، ولكل مقام مقال، ولكل صنف العلم الخاص بتنمية الملكة المعرفية والإدراكية التي يعني يكتسب من خلالها مهارات وقدرات في علمية وبيداغوجية معينة، في الفهم والمقارنة والإحصاء والحساب والنطق، وكل هذه الأشياء ينبغي أن يراعى فيها التدرج. ثم بالنسبة لي ينبغي أن يكون البدء بالمحسوسات، بالمنظور، بالمرئي، بالأشياء المادية، ثم يتم التدرج والانتقال نحو الملموسات، ثم بعد ذلك نحو الأشياء المجردة، ثم المتخيلة، ثم بعد ذلك المتصورة، وفي الأخير المعقولات. يتم التركيز على الأرقام والمعقولات والأشكال الهندسية والأفكار، في النهاية الأفكار والمعقولات والصور الروحانية. هنا يكون تعليم الصبي حسب ابن خلدون بداية ببعض الصور من القرآن الكريم، بعض الأشعار، حتى يتم تقوية ملكة الحفظ لديه.
يعني ولعل أهم قاعدة ذكرها ابن خلدون هي مسألة رفضه للعسف في التعليم، رفضه للعسف والإكراه، ويعني عملية القسوة والضرب التي تنفر، والتي كقاعدة بيداغوجية غير محبذة وغير منطقية وغير يعني ناجعة في التعليم في كسب العلم، وينصص على أهمية الاحتذاء وأهمية الترغيب وأهمية الأسوة الحسنة وأهمية التيسير والتسهيل، وكذلك يعني الإقناع، أهمية يعني الحرية، يعني بقدر ما يعلم المعلم أو الأطفال وهم يلعبون وهم يمرحون، بقدر ما يحسون بأنهم أحرار وبأن بالعلم سينمون شخصياتهم ويكونون زيد معرفي لتدبير أمورهم ومعاشهم في الدنيا، بقدر ما يقبلون على طلب العلم. وهنا يعتبر ابن خلدون كأحد الشخصيات التربوية الرئيسية في حضرة إقرأ، وإذ يرى أن عملية التعليم والتعلم بأكمله تتم في 3 مراحل، ثلاث مراحل متقدمة: مرحلة تحضيرية لتعريف الطالب بالانضباط وتهيئته لفهم مشاكله، وهي مرحلة تحضيرية لتعميق الانضباط. وهنا يركز على ابن خلدون على مقولة مهمة جدا في التعليم وهي الانضباط، يعني كل الحضارات بنيت على هذه المقولة الديسبلين، الانضباط بمعنى التنظم والالتزام والسير وفق قواعد صارمة ودقيقة، وذلك من خلال ترك العموميات وفضح يعني جميع وجهات نظر المغايرة، جميع التواكل والخنوع والاستقالة والانتظار والقعود والتشمير على الساعد وبذل الجهد لتحقيق النجاح، وهي خطوة للتوحيد وإتقان في معالجة النقاط الأكثر تعقيدا. ويحدد ابن خلدون يعني بعد ذلك أن اكتساب ملكة إدارة العلم بمهارة، فإن أسهل طريقة لتحقيق ذلك هي العمل على إرخاء لسان المرأة خلال المشاركة في المقابلات والمناقشات العلمية. يعني هنا يدفع بأن المشاركة يعني تحفيز الإنسان على الكلام وعلى النقاش وعلى يعني الخطاب وعلى تعلم أصول الخطاب، وهذه الطريقة التي يقترب بها من الهدف وينجح فيها الوصول إلى المرام والغايات التي رسمها بدقة. ويرى ابن خلدون الكثير من الطلاب الذين بعد أن أمضوا جزء كبير من حياتهم في متابعة دروسهم يلتزمون الصمت عند مناقشة سؤال علمي أو سؤال فقهي أو ولا يشاركون في المحادثة العلمية وفي النقاش العلمي، ولا يجادلون ولا يبدون آرائهم ولا يستعملون ألسنتهم، ولقد واجههم مشاكل نفسية، مشاكل تجعلهم لا يعبرون عن ذواتهم أكثر من اللازم لتحميل ذاكرتهم بالمفاهيم العلمية، لكنهم لم يكتسبوا شيئا مفيدا فيما يتعلق بسلطة تأكيد المعرفة أو تعليمه. ويضيف في الجزء الثالث من المقدمة أن دراستنا موجهة إلى العلوم الفكرية التي هي في مجال الفهم، لكن في الكلمات التي توضح ما يحتويه العقل من أفكار تنتمي إما إلى الفهم أو إلى الخيال، ويتم استخدامها لنقلها شفاهيا من شخص إلى آخر في المناقشات وفي التدريس وفي المناقشات التي تثيرها الأسئلة العلمية والمناقشات التي يتم توزيعها من أجل الحصول على معرفة كاملة بالمسألة التي نتعامل معها. وهنا الكلمة ابن خلدون يطلب من المتعلم ومن الطلاب أن يكثروا من الأسئلة، من الجدل، من النقاش، من الاستفهام، من الاستعمال، وأن يعني يتجرؤوا على استعمال اللسان وأن يعبروا عن آرائهم بكل حرية، وأن يشاركوا في العملية التعلمية، وأن يخرجوا من الوضعية السلبية ويؤسسوا وضعية إيجابية في التعلم يكونوا فيها فاعلين. وهنا ينبغي أنهم يحسنوا تكوين الكلمات والجمل، ولأن هذه اللغة هي وسيط بين الذات وأفكار الآخرين،
وهي روابط وأختام تعمل على تثبيت الأفكار وتمييزها. يعني وكمعلم هو درس في جامعة الأزهر، هو تعلم في جامعة الزيتونة، جامعة الزيتونة المعمورة، يعني الجامعة الزيتونية، أخدم جامعة ثم انتقل إلى الجامعة التي تحتذي بها وهي جامعة الأزهر، ودرس درس الفقه ومارس القضاء. يلخص هو كمعلم ابن خلدون مفهوم التدريس، يعني ويرى أنه يتم تطوير المعرفة والمهارات من خلال المناقشة والتعلم الجماعي وحل النزاعات المعرفية المجادلات من خلال التعلم المشترك. إذن مفهوم ابن خلدون للتعليم هو التعلم المشترك، التعلم الذي فيه أجوبة وأسئلة وفيه مشاركة للباحث والمتقبل. وهكذا في زمن العصور الوسطى للحضارة الإسلامية، الحضارة الغربية، الحضارة بصفة عامة، زمن نعتبر آنذاك في القرن الرابع عشر، يعني الحقبة الوسيطة، فكر ابن خلدون في العلاقة بين الباحث والمتقبل، في العلاقة في جمالية التلقي، وفي آداب المعلم، في آداب الباحث للمعلوم، وفكر في العلاقة بالمعرفة بطريقة حديثة مدهشة، على الرغم من أن هذا يبدو قد سابق لأوانه ولا يمكن من المستحيل التفكير فيه. يعني مسائل دقيقة مثل هذه من نوع إعطاء الحرية للمتعلمين، أو من نوع تعليم الأطفال وهم يلعبون، أو من نوع التعلم الجماعي وإتقان اللغات، على الرغم من أن هذا قد يبدو قد سابق لأوانه، فمن المستحسن أيضا مراعاة البعد الديني للمعرفة. يبدو أن ابن خلدون هو أحد بوادر فرضية البناء الاجتماعي للمعرفة، لا سيما بالنظر إلى التفاعل الاجتماعي بين الأقران، بين الأنداد، بين الخبراء، بين المتعلمين وبين المعلمين كأحد العناصر الرئيسية للتطور المعرفي للفرد، والذي يذكرنا بالنماذج النظرية الحالية مثل الصراع المعرفي الاجتماعي والبناء الاجتماعي ومنطق التنمية الفردية والتعلم غير المباشر والنظرية الاجتماعية المعرفية أو حتى التعلم المتبادل. يعني نظرية التعليم ابن خلدون هي نظرية رائدة، وطرق ينادي ابن خلدون بطرق بيداغوجية مهمة لاكتساب العلم، ومبنية على الأخلاق وعلى اللين وعلى نبذ العنف ونبذ القسوة ونبذ الشدة في معاملة المتعلمين، ويدعو أن يتعلم الإنسان أبد الدهر، يعني على طول حياته، ولا يقتصر هو مع التخصص والصناعة، ولكنه ينظر الفكر الموسوعي وللتعلم مدى الحياة، وهذا جيد في ذلك الوقت ومهم جدا، خاصة هناك تقديس للتعليم، تقديس لي يعني صورة المعلم وصورة المربي، صورة المعلم التي هي صورة المربي، ونظرة هناك نظرة تبجيلية ونظرة تقديسية، ولكن هناك احتفال بالمتعلم واحتفال بطالب العلم باعتباره مجاهد، باعتباره يسعى إلى كسب العلم وكسب المعرفة، باعتباره يعني يريد الارتقاء الاجتماعي، وهو الذي منارة المستقبلية وفي علاقة بالمستقبل. الآن نأتي إلى كل هذه مدونة ابن خلدون، وفيها الكثير من الأشياء الأخرى التي لم نذكرها، وفيها الحديث عن الحرب، والحديث عن السلم، وفيها الحديث عن الأخلاق، وفيها الحديث عن الشعر ونقد الشعر، وفيها الحديث عن الموسيقى والجماليات والفنون، وفيها الحديث حتى عن الحرب الطبخ، وفيها الحديث على الفلاحة وكل الأشياء الأخرى من الصناعة. ولكن أهم شيء هو أن ابن خلدون أساس لمقاربات طريفة في عقول متنوعة، ولعل أهمها أتينا عليه التاريخ، يعني مقاربة تتعقل الظاهرة التاريخية من زاوية قوانينها وكلياتها دون إهمال الجزئيات والتفاصيل، وتركز على الاعتبار من التاريخ، تعلم الدروس من التاريخ، ولأن التاريخ له قوانينه وله شروطه وله محركاته وله يعني ليست حاول قدر الإمكان أن يبعد ينقي من الطريقة رؤية تاريخية الأسطورة والتخيل والأبعاد الميتافيزيقية، ومارس التاريخ كعلم وكصناعة وفق موضوع وفق منهج
وفق أهداف، وفق أهداف. هذا من الناحية الأولى. من الناحية الثانية الحقل الاجتماعي، وابن خلدون هو مؤسس علم الاجتماع، علم عمران البشري. ولكن تعقله للظاهرة الاجتماعية فيه الكثير من المزايا والمكاسب في فهم طبيعة المجتمع، طبيعة المجتمع الريفي، مجتمع في الحالة البدوية، وليس هو المجتمع في الحالة المدنية لكل. وحدد هذه الشروط، شروط الانتقال من البداوة إلى التمدن. ثم في فيما بعد المسألة السياسية التي نظرية السلطة، نظرية الدولة، وأشكال السلطة، قوانين التي تحكم في تشكل الدول وتلاشيها وانحدارها، التمييز بين السلطة في المجال البدوي والدولة في المجال الحضري المدني. بعد ذلك تأتي مقاربات الاقتصادية، وهي جد مهمة، أدوات الإنتاج وعلاقات الإنتاج والقيمة وفائض القيمة ودور العمل في مراكمة الثروة. وهنا تنصيصها وتأكيد على أهمية أن الإنسان كإنسان منتج، كإنسان عامل، وضرورة الانتقال من المرحلة الزراعية الفلاحية للمرحلة يعني المرحلة الصناعية إلى المرحلة التجارية وإلى تشكل الرأسمالية للثروة بالمعنى الرأسمالي. وهنا تقسيم للعمل، فكر ابن خلدون في تقسيم العمل. كذلك في من المسائل في علاقة بالتطور، في علاقة بنظرية علم الأحياء، وفي علاقة بالطبيعة، طبعا هنا مهمة وجيدة، ولكن تحتاج إلى تدقيق وتحتاج إلى إزالة للتناقضات ومحافظة. الآن هناك العديد من الانتقادات والتحفظات على نظرية ابن خلدون وفلسفة ابن خلدون. أولا لعدة اعتبارات، أنه ثنائي، من ناحية هو فقيه متدين وعالم كلام ومتصوف، ومن ناحية أخرى هو عالم تاريخ وعالم عمران وعالم اقتصاد وطبيعي. كيف يتم التوفيق؟ لقد أثار ابن خلدون جدلا كبيرا، خاصة خلال القرن العشرين. تحسين مثلا يعني مؤلف اقتروحة دافع عنها في جامعة باريس سنة 1917 بعنوان دراسة تحليلية نقدية لابن خلدون. ويعني حدث عن بعض ال يعني بعض ال يعني الافتراءات على بعض الافتراءات على ابن خلدون. تبعه مؤلفون عرب آخرون عادوا على الخلدونية، لدرجة أن يعني مسؤول تربوي كبير في العراق قام بتدنيس قبر ابن خلدون يعني وإتلي في كتبه. كذلك ظهرت الكثير من المناقشات في الجامعات وفي المنتديات، لسيما من مجانب المؤرخين المعاصرين مثل إيميل فيليكس غوتي أو جابرييل كاسيس أو كامبس. جابرييل كامبس يعني هناك جدل حول هل هو مؤرخ أم عالم الاجتماع، عالم اقتصاد، هل هو فقيه. ويميل مؤرخي التسعينات بما فيهم يعني إلى الاتفاق مع ابن خلدون في العديد من الموضوعات في تاريخ الأمازيغ. ويعتقد المؤرخون أن فرضية ابن خلدون لا تزال هي الأكثر شيوعا والأكثر قبولا بالنسبة إلى يعني ربما ناصف نصار، وهو مؤلف كتاب الفكر الواقعي لابن خلدون، وهي تروح نقشت في سوربون كذلك سنة 1967 معذرة 1967 الواقعية في الفكر عند ابن خلدون. يرى أنه يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أفكار ابن خلدون أثناء الحفاظ على عقل نقدي تجاههم، ولأن العمل على أساس الوحيد ل يعني تاريخه غير كافي. نلاحظ أن ما قاله ابن خلدون في عصره لا يزال صالحا، لأن مجتمعات تحافظ على نفس الأنظمة، ومجتمعاتنا هي أيضا مستبدة. ولكن أعتقد أن ابن خلدون، فكر ابن خلدون، ليس كافيا على الإطلاق ليكون لدينا نسخة ملائمة وكونية للمجتمعات. يجب أن نذهب لأبعد من ذلك ونبحث عن مفاهيم أخرى، ولا يمكننا أن نكتفي بمفاهيم العصبية والروح الجماعية والعشيرة ونظام القوة والتجربة الحية التي تعتبر مفاهيم خلدونية فعالة ولكنها غير كافية.
لأن ابن خلدون على سبيل المثال لم يكن معنيا بالإصلاح فيما يتعلق بال يعني الشورى ويعني حقوق الإنسان والمساواة والعدالة. وتجدر الإشارة لأنه وفقا لعالم الاجتماع أوليفيي كاري فإن تحليل في هذا التحليل يأخذ في الاعتبار ترجمة روزنتال. في نفس الوقت يهمل أفضل نص في المقدمة. أخيرا إسماعيل جوميزيان يعتبر أن ابن خلدون مثل أي عالم تأثر بالعالم الذي عاش فيه، فهو أسير وليد عصره ويظل هو ثمرة الظروف الاجتماعية والثقافية والسياسية والعلمية التي تربى بها وتعلمها ولم يتجاوزها. هناك نقطة أساسية تم توجيه النقد لابن خلدون حوله وهي موقفه هو من العبودية السوداء. فهو ابن خلدون نظرة يعني تمييزية، وكأنه تبنى النظرة التي نظرت الإنسان الأبيض إلى الإنسان الملون. اعتبر ابن خلدون في كتاب مقدمة أن بعض السود في جنوب أفريقيا أقرب إلى الحيوانات من البشر نظرا لأسلوب حياتهم البدائي والهمجي. وهكذا قال جنوب هذا النيل والشعب أسود يسمونه يعني أنهم وثنيين ويحملون يعني الندبات على وجوههم وعلى معابدهم، يكون سكان غانا وتواغل في أراضي هذا الشعب لأخذ الأسرى. والتجار الذي يبيعون أسراهم لهم يقودونهم إلى المغرب العربي، البلد الذي ينتمي فيه معظم العبيد إلى هذا العرق الزنجي، يعني خارج بلاد يعني في اتجاه الجنوب نتلقى بعدد قليل من السكان. البشر الذين يؤلفون ويشبهون الحيوانات البرية أكثر من كون كائنات عاقلة. يسكنون مستنقعات وكهوف مشجرة ويتكون طعامهم من أعشاب وبذور لم تخضع لأي تحذير، وأحيانا يمتلعون بعضهم البعض أكلي لحوم البشر لأنهم لا يستحقون أن يحسموا من بين البشر. يعود ابن خلدون إلى العبودية في المجلدين الثالث والرابع من المقال، ويشير على سبيل المثال إلى أن الزنوج هم الوحيدون الذين يقبلون العبودية الطوعية، لا يريدون أن يكونوا أحرار أو أسير، لأي درجة إنسانيتهم أقل ومكانهم أقرب إلى مرحلة الحيوان. وهذه النظرة التمييزية يعني خاطئة، وكأنه أقر بالعبودية الطبيعية التي قال بها أرسطو ولم يخالف أرسطو. ورغم أن هناك بعض التيولوجيين سواء في الإسلام أو المسيحية، في الإسلام أو الإسلام الغرق يعني لا رق بعد اليوم في الإسلام، وهناك تحرير حتى للعبيد ومساواتهم وأصبحوا من العتق. كما قلت العتق في الإسلام تكفي لكي يزيل الرق. كذلك في المفكرين اللاهوتيين الآخرين يعني وكأنهم منعوا أو حرموا الاستعباد والاستغلال والنظرة الدونية للآخرين. جميع الناس أبناء آدم وهناك تساوي طبيعي. كذلك هناك النقطة الثانية التي يناقش فيها ابن خلدون كثير، أنه نظر للخراب، نظر للدمار، نظر للحضارة وهي تغرق الحضارة في لحظة الانحطاط. كشف أكثر عن أسباب الانحطاط وأسباب الهدم وأسباب التخريب والدمار أكثر من أنه قدم وسائل النهوض وسائل الترقي والتقدم والتمدن. لم يعطينا ابن خلدون يعني، وكان تفكيره سلبي يعني، فكر في لماذا تأخرنا ولم يفكر في كيف يمكن أن نتدارك أمرنا ونتقدم دون تفصيل يعتبر ابن خلدون يعني، وخاصة مسألة المكتبات الفارسية مدمرة التي دمرت بأمر من الخليفة عمر، يتناقض مع هذا الحساب مع يعني هو شكك في حادثة أن يكون سيدنا عمر هو الذي أمر بحرق المكتبة الفارسي، ويرى أن التاريخ متناقض مع ما ذكره المؤرخون، لأنه لم يتم ذكره مطلقا بين القرن السابع والثالث عشر. وجد المسلمين في هذه البلاد أثناء فتح بلاد فارس كمية لا حصر لها من الكتب والمجموعات العلمية. سأل يعني سيدهم قائدهم سعد بن أبي وقاص الخليفة عمر إذا كان سيسمح له بتوزيعها على المؤمنين
مع بقية الغنم. فأجابه سيدنا عمر بهذه الكلمات: وألقيها في الماء، ألقي جميع الكتب في الماء، إذا كانت تحت على ما يمكن أن يرشدنا إلى الحق فلدينا من الله ما يرشدنا بشكل أفضل، وإذا كانت تحت على خداع نتخلص منها والحمد لله. نتيجة لهذا الأمر ألقيت الكتب في الماء وفي النار، ومنذ ذلك الحين اختفت العلوم الفارسية. هذه الحادثة ابن خلدون شكك فيها، واعتبر أن مسألة تدمير الكتب وإتلافها مسألة غير تاريخية وغير دقيقة، وربما لم تحدث أبدا، وإنما هي افتراء يعني ألصقه المؤرخون. كما يذكر محاولة تدمير الأهرامات مصر، وهو ما يتوافق بالفعل مع عدة محاولات ربما قام بها الخليفة المأمون للعثور على مدخل الهرم. هو الغاية ليست هدم الهرم بقدر ما البحث عن مدخل للهرم. سيتم الانتهاء من هذا البحث بحفر نفق يعرف باسم اختراق المأمون. نفس الشيء حدث المأمون عندما تعهد بهدم أهرام مصر وجمع العمال لهذا الغرض، ولم يقدر ولم ينجح. بشكل عام كانت الكتابة الهيروغليفية المنحوتة على أطلال الهرم تعتبر وثنية ومدمرة بالكامل. هنا هذه الحادثة ربما سجلها ابن خلدون لكي يذكر مسائل أن ربما المسلمون أميل إلى التخريب وأميل إلى الهدم من البناء، وهو ينفي ذلك، هو ينفي ولكن ينسب ذلك إلى الأعراب، الأعراب لأن ويميز بين الأعرابي والعربي، والعربي بالنسبة إليه أقرب إلى التمدن من الأعراب وأقرب إلى البناء، بينما الأعرابي أقرب إلى الهدم والتخريب لأنه يعيش في حياة البادية، ما زال في حالة البدو. أرى المستشرقين حوله تأخر الاعتراف في الحقيقة بعمل ابن خلدون. في الواقع بدأت الحضارة العربية في العصور الوسطى في الانحدار، ولم يكن لفكر ابن خلدون خليفة، تلاميذ وطلاب يرثونه يرثون علمه، لأنه واجه عدم الفهم، سوء الفهم. تلقي ابن خلدون كان ضعيف في المحيط الثقافي والعلمي والجامعي حوله، وفقد على عدة قرون، يعني دخل مرحلة النسيان، طي النسيان، أو يعني لا مقروئي، دخل مرحلة التجاهل واللا مقروئي وكأنه غير موجود، ومع ذلك كان له تأثير كبير في الشق الآخر في الإمبراطورية العثمانية مثلا في القرن 19. غالبا ما يقتبس يعني من كتاب المقدمة العديد من الأفكار، في حين أن المؤرخين العثمانيين متأثرون بشكل واضح ابن خلدون في كتابتهم لتاريخ الإمبراطورية العثمانية. كذلك يعني هناك اليوم ترجمة ابن خلدون، وخاصة ترجمة المقدمة إلى اللغات الأخرى سواء اللاتينية أو اللغات الأوروبية وحتى التركية. منذ القرن 19 اكتشفت أهمية المقدمة في أوروبا، أثارت اهتمام المفكرين الغربيين، الفلاسفة الغربيين وعلماء الاجتماع، لا سيما مع عمل المستشرق بارتليمي دي هير بيلو مولينفيل. تم إجراء الترجمة كاملة للمقدمة في سنة 1749 في الإمبراطورية العثمانية باللغة التركية من قبل الشيخ بيريزادة، واسمه الحقيقي محمد صاحب. كما يعلق بيريزادة بإسهام على عمل ابن خلدون، وسمحت هذه الترجمة للمستشرق جوزيف فون هامر بورغستال باكتشاف ابن خلدون وجذب انتباه المستشرقين الآخرين له الذين رأوا فيه مونتسكيو العربي، مونتسكيو الذي كتب روح القوانين وهو فيلسوف الفصل بين السلطات والتوازن بين السلطات والعقد الاجتماعي. إن الموسوعة التي كتبها دينيس ديدرو وجان لو دالومبير تسلط الضوء بشكل خاص على التراث الذمني لابن خلدون، ويذكر عنوانها الكامل الحقيقي إسماعيل جوميزيان من نواحي عديدة بالمكان المركزي التي يعطيها ابن خلدون لهذه المواضيع في كتاب المقدم. ولكن لكي ينتشر فكرة عن انطلاق واسع في العالم الغربي من الضروري انتظار ترجمة كاملة لنصوصه
فإن تنفيذ هذه مثل هذه الترجمة ليس بالأمر سهل، لأن ابن خلدون لم يتوقف أبدا حتى وفاته عن تحسين وتصحيح مخطوطات، مضيفا ملاحظات وشروح مختلفة. في عام 1806 نشر سيلفستر دي ساسي بعض المقتطفات من المقدمة في كتابه العربي، عندها فقط يبدأ العالم العربي في فهم اهتمام وأسرة عمل ابن خلدون. إذن المستشرقان هم الذين يعني صوبوا الأنظار العرب والمسلمين إلى قيمة ابن خلدون، تماما مثل بقية العلماء والحكماء والفلاسفة الآخرين، سواء ماسونيو أو ابن عربي أو يعني نحن لا نرى أنفسنا إلا عندما يهتم بنا الآخر. ولم يكن حتى القرن التاسع عشر رؤية أول نسخة عربية كاملة من المقب بجميع يعني طبعها نصر الحوريني في بولاق بالقرب من القار. تستند هذه الطبعة إلى مخطوطة من عام 1397 تحتوي على إهداء لسلطان فاس أبو عينان فارس. في عام 1858 اقترح المستشرق إتيان مارك كواتريمر نسخة كاملة من النص باللغة العربية قام بتحريرها في باريس، والتي شكلت بالتالي أول ترجمة أوروبية للمقدمة. هذا يستند إلى مخطوط آخر، أول ترجمة كاملة للمقدمة إلى لغة أوروبية هي عمل ويليام ماك جوكين دي سالان الذي نشر بالفرنسية بين عامي 1862 و1868 في باريس. في 1958 قام اللبناني البرازيلي خوزيه خوري بترجمة اللغة المقدمة إلى اللغة البريطانية. انتقد من جهة ثانية انتقد مستشرق إيف لاكوست هذه الترجمة، ويقتبس فقرة تعطي ترجمتها فيما فيها عالمي لكلمات ابن خلدون، الذي مع ذلك يعمم فقط ليأخذ من مثال يعني مثال التاريخي يعني فكرة عامة للعملية التاريخية. كما يشرح أوليفي كاري أيضا أن ترجمة سلام يقصد بها أن تكون فضفاضة نوعا ما وتعكس أحيانا التفسيرات إزدرة. يجب أن ننظر حتى النصف الثاني من القرن العشرين للحصول على ترجمتين أمينتين من آخر مخطوط لابن خلدون. مؤرخه هو نفسه سنة 1402، ويذكر فيه أنه عمل علمي بالكامل ويشكل مقدمة زخرفية لكتاب التاريخ الخاص بي. قرأته بقدر ما استطعت وقمت بتصحيحه، لا يمكن العثور على نسخة من المقدمة أعلى من هذه. ترجمتين المعنيتين هما في المقام الأول الترجمة الإنجليزية اللي كتبها فرانس روزنتال ونشرت سنة 1958 تحت عنوان مقدمة في التاريخ، وهي موثوقة والتي وصف فيها روزنتال ابن خلدون بأنه عبقري. ترجمة ثانية الترجمة الفرنسية التي كتبها فينيستينس منصور مونتيل عام 1967 تحت عنوان ديسكورس لستوار انيفرسيل المقدمة. يؤكد مونتيل التأهل الذي ينسبه روزنتال في هذه الشروط ابن خلدون متقدم على عصره بكثير، لم يتصور أو ينتج أي من أسلافه أو معاصريه عملا بحجم مماثل لأحد، لا أحد حتى لو اقترب منه في بعض النقاط قد جعل عقله يتجه نحو مثل هذه الاهتمامات الحديثة. بعد ذلك يرى المستشرق إيف لاكوست في كتابه ابن خلدون وولادة التاريخ أن ماضي العالم الثالث أن عمل ابن خلدون ألقى الضوء على مرحلة مهمة للغاية في الماضي تتعلق ببلدان تنتمي إلى ما يسمى العالم الثالث من خلال إجراء تحليل علمي للظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لشمال إفريقيا في القرن الرابع عشر. طرح ابن خلدون في الواقع عددا من المشاكل التاريخية المعقدة للغاية والتي حددها تطورها البطيء عملية تاريخية طويلة. التأثير الحاسم أيضا جعلت هذه الهيكل لهيك تسمح للسيطرة الاستعمارية وتكون ممكنة في القرن التاسع عشر. قد أدى هذا الوضع الحالي للتخلف، يعني التخلف جلب الاستعمار، ومن كشف عن التخلف هو ابن خلدون. يعني ابن خلدون وكأنه تنبأ بأن هذه الشعوب إن لم تتطور في مرحلة انحطاط، وإن لم تتطور فإنها سيتم غزوها واستباحة أراضيها. وهذه الدراسة الكلاسيكية لأعمال ابن خلدون التي قام بها إيف لاكوست التي تزال قائمة حتى اليوم. لم يقدم هذا العمل مساهمة حاسمة في الانضباط التاريخي حسب، بل إنه لا يزال يثير الجدل لا سيما في العالم العربي، حيث تعارض بعض التيارات الإيديولوجية من جميع العائلات.
كل واحد يعتبر ابن خلدون هو يخصه ويعني منظر له، سواء التيار يعني العلماني أو التيار الديني أو التيار الليبرالي أو التيار الوضعي، يتتبع بشكل خاص على الطريقة التي تم بها استقبال أعمال هذا المؤرخ العظيم في الأزمنة المعاصرة، ويشكل هذا الكتاب مساهمة حاسمة في فهم المشاكل الحالية، وخاصة يعني في الدول التي عاش فيها ابن خلدون أو انتقل إليها: تونس، الجزائر، المغرب، الأندلس، إشبيلية وغرناطة، وكذلك مصر، القاهرة، وزيارات هي فلسطين والشام يعني دمشق، كذلك الحجاز. خلاصة الموضوع أن ابن خلدون مؤرخ واقتصادي وجغرافي وديموغرافي ورائد في علم الاجتماع ورجل دولة من أصل عربي، أدت طريقته في تحليل التغيرات الاجتماعية والسياسية التي لاحظها في المغرب العربي وشبه الجزيرة الإيبيرية في عصر الأندلس إلى اعتبارها نذيرا لعلم الاجتماع والديموغرافيا الحديثين. في عمله الرئيسي كتاب العبر يروي التاريخ العالمي من كتابات أسلافه وملاحظاته خلال أسفاره العديدة وتجربته الخاصة في الإدارة والسياسة. يعني ابن خلدون هو مثل ابن بطوطة، أدب الرحلة، هو الذي أسس أدب الرحلة، أيضا فلسفة الحضارة. وتحدد المقدمة التي يعني تحمل نفس العنوان لرؤيته لكيفية ولادة الإمبراطور وموته، هو مؤرخ بارز في هذين العملين الحديثين بشكل حازم في طريقتهما، يسر منذ البداية على أهمية المصادر والأصالة وأصالة يعني وأهمية التوثيق والتحقق من مطابقتها للوقائع، وذلك باحترام معايير عقلانية بحتة. يدرك الآن العلماء الأوروبيين والمؤرخين في القرن التاسع عشر وبعده في القرن العشرين أهمية هذا العمل الكبير الذي أنجزه ابن خلدون، ويعتبرونه أحد أعظم الفلاسفة العصور الوسطى. وإذ يؤكد جورج مارسي أن عمل ابن خلدون من أهم الأعمال التي أنتجها العقل البشري وأكثرها تشويقا، ووفقا لجابرييل مارتينيز غروس فهو الفيلسوف العظيم الوحيد في التاريخ والقوي والقوة التي ليست أوروبية. في خاتمة سنعود إلى المقدمة، سنستشهد بالمقدمة ابن خلدون، فلسفة ابن خلدون. ماذا يتبنى ابن خلدون؟ مقولة التناسب، يقول التناسب وليس التواطؤ، كما يقول يعني الطروحة التي أنجزها الدكتور أبو يعر. التناسب بين الأشياء هو سبب الحصول على المجهول من المعلوم الحاصل للنفس وطريقة لحصوله. يعني الكتاب المقدم الذي لدينا في النسخة التي لدينا عن دار الجيل، والتي ليست لها ليس لها مطبوعة وليس لها تاريخ، ولكنها منقولة على النسخة الطبعة في القاهرة، الطبقة التي أنجزت في القاهرة، ولكن هذه دار الجيل في بيروت، صفحة 130. التناسب بين الأشياء هو سبب الحصول على المجهول من المعلوم الحاصل للنفس وطريق لحصوله. هنا يتبنى نظرية التناسب كنظرية منطقية لتفسير يعني السببية العلمية الطبيعية، تفسير العلاقات الاجتماعية سواء المجتمع والتاريخ، وبالتالي فديه نظرية خاصة به. كان ابن خلدون أول من تصور فلسفة التاريخ، وأول من ارتقى بالتاريخ والمجتمعات البشرية لمرتبة العلم من خلال الاهتمام الشديد ببناء المجتمعات وتطوراتها. يعتبر من أوائل المناظرين في تاريخ الحضارات والأب المؤسس لعلم الاجتماع. إذن يعني أن الاهتمام بتحليلات ابن خلدون يمكن فقط في هذا المشروع، يعني علم الاجتماع وعلم التاريخ، لخلق علم جديد، علم موسوعي جديد، هو علم المجتمع من خلال تحديد كل من الموضوع والمبادئ المنهجية ضرورية لذلك. لقد تركنا تحليل المجتمعات في عصره، يعني إلى الآن ما زال هذا التحليل صحيح، ومن معروف بشكل خاص تفسيراته من منظور مقارن للعالم البدوي الريفي البادية وعالم المدينة وأماكن القوة والأنشطة الاقتصادية والفكرية. وبالإشارة إلى هذه الملاحظات التي قدمها، فإنه يبني نموذجا تمت مقارنته غالبا بين نموذج دوركي المجتمعات
ذات التضامن، المجتمعات ذات التضامن الآلي الميكانيكي، والمجتمعات ذات التضامن العضوي، أو حتى الاستخدام الذي يعني نماذج علماء الأوروبيين في القرن 19 سوف يستندون إلى تفسير التطور للمجتمعات وتحليلها للحضارة ونظريته في السلطة. بينما يميز ابن خلدون نوعين من البيئات الاجتماعية، الحضارة في نفس المجتمع كنظام لا يستطيع فيه المرء العيش دون الآخر. وهنا نشير إلى أن الشدادي يعني هو الذي أكمل المقدمة، يعني النسخة النهائية للمقدمة سنة 2006 حققها، والشدادي وهو مغربي هو الذي نشر المقدمة المحق سنة 2006. يعني انظروا كم انتظر العرب، كم انتظروا لكي تظهر نسخة كاملة بالعربية للمقدمة. يعني منذ أن كتب ابن خلدون المقدمة يعني في القرن 14 إلى 2006 لكي تظهر النسخة النهائية. يحلل، وهذا ضياع، هذه المسافة هي مسافة، في بقدر ما نقيس هذه المسافة هي مسافة الفجوة، الفجوة في وكأنها مسافة زمنية في التخلف، يعني الفوات الحضاري. وحلل مدى الاختلافات بين يعني البداوة والحضارة، وحتى البداوة فيها جانب متحضر ولكنه يظل بدوي. ويكشف ابن خلدون أن المدينة يمكن أن يكون فيها جانب بدوي ولكنه هذا الجانب غير متطور. كذلك هنا يؤكد على الحضارة المتمدنة، الحضارة المدينية. في ذلك وهناك نوع من العلاقة تنشأ بين هذين البيئتين وفق علاقة القوة وليس علاقة القرابة. سكان المدينة يأتون من المناطق البدوية الريفية من الأنحاء النواحي، وأنهم في الواقع نفس السكان الذين في بيئة مختلفة لديهم أنواع مختلفة من الحياة. الهدف الأساسي للفيلسوف ابن خلدون هو شرح ظهور القوة المركزية في المجتمعات، وذلك بتبريره أو تفسيره الاستيلاء على السلطة، توطيد قوة العائلات المختلفة عبر التاريخ، العائلات الحاكمة، ولكن أيضا يعني صعودها إلى السلطة وافتكاكها للحكم، وكذلك تفسيره لأسباب فشلها وفقدانها للسلطة بعد مرور الأزمنة. ولقد اقترحت ملاحظاتها وقراءاتها للتاريخ عدة فرضيات وعدة قوانين، قانون صعود الدولة وقانون هبوطها، حتى في المجال السياسي أو في المجال الاقتصادي. شهدت إذن معظم العائلات الحاكمة نفس المصير، تأسست من قبل المجموعة القبلية كانت قادرة على الاستيلاء على السلطة المركزية، وشهدت فترة من الازدهار ثم فترة من التراجع حتى اكتسبت مجموعة قبلية أخرى. ما يكفي من القوة ونضج الاستيلاء على السلطة المركزية التي كانت عند العائلة القديمة. هنا يسعى ابن خلدون إلى تحليل العلاقات التي تتطور بين البداوة والمدينة أو البداوة والحضارة، بين الأبعاد الاقتصادية والثقافية والسياسية والاجتماعية من خلال المراحل المختلفة من تاريخ العائلات الحاكمة والعصبيات. هدفه هو إجراء تحليل علمي للمجتمعات، إنه بالتأكيد جزء من التقليد المتعلم في زمانه، ولكن يقع في امتداد يعني الفكر الإسلامي والعربي العقلاني، ويميز بين الديني الرسمي والدين الشعبي، والدين الرسمي الذي وبين الوصول إلى الإيمان والإحساس، يعني الوعي الحسي والوعي المفتح بالعقل، الوعي المستنير بالعقل. كما يميز ابن خلدون في فصل خاص بالعلم والتمييز واضح بين العلوم التقليدية المبنية على الشرع القرآن والسنة، والعلوم العقلانية التي يكتسبها الإنسان بشكل طبيعي من خلال ممارسة النظر والتأمل والتجربة. ويقدم ويحاول يحدث قطيع معرفية حقيقية مع الماضي، مع العلماء زمانه والعلماء الذين ينتمون إلى الماضي، وهو يبدي معرفة حقيقية بقدر ما يقترب من السياسة باعتبارها جوهرية في المجتمع. بالنسبة إليه لا يمكن أن يقوم مجتمع دون سياسة، ويبني هذه السياسة على المصلحة وعلى الواقعية. هدفها هو تحليل إذن
المجتمعات والدول السلطة المركزية كما هي في الواقع، وليس كما ينبغي أن تكون، كما هو الشأن مع الفرق، ليس مع الجمهورية المثالية، ولا مع المدينة الفاضلة بالمعنى، ولا مع المدينة التي تستند إلى المعايير الدينية أو الخلافة، رغم أنه يذكر يعرف الخلافة كمؤسسة في كتاب المقدس، ولكنه مع السلطان الزمني وليس مع السلطان الروحي. يميز بين السلطان الروحي والسلطان الزمني. لكن ابن خلدون قد قال أن الثقافة هدف الحضارة، والإسلام ثقافة وحضارة، والحضارة الإسلامية حضارة المسلمين بتعبير أدق هي حضارة منظمة وملونة بروح الدين الإسلامي، ولكنها ساهمت فيها كيانات متعددة من الثقافات والملل والنحل، وهي حضارة علمية وفنية وأدبية وفلسفية. الحضارة التي تجاوزت يعني فتوحاتها وانتشارها جعلها إمبراطورية شاسعة سوف تترك بصمات ثقافية وعلمية، وما يسمى بالعصر الذهبي للإسلام كان فترة ازدهار وحركية وإبداع، وهو محور اهتمام وإشادة من طرف ابن خلدون في المقدمة. وأين استحوذ العلم الإسلامي، العلوم الإسلامية استحوذت وسيطرت عليه تقريبا قرون، القرن الثامن والقرن التاسع، وعلى ما كان عليه بالمعنى بالتاريخ الهجري، على ما كان عليه العلم اليوناني. هناك العلوم العربية والإسلامية افتكت المكانة التي كانت للعلوم اليونانية والإغريقية والرومانية، يعني حلت محلها. إن أساهمات العلوم العربية في الرياضيات وعلم الفلك معروفة، وابن خلدون دعم ذلك وقال بأن يعني هناك ثورة علمية في ثقافة الحضارة، حضارة إقرأ، ويؤرخ لهذا افتكاك المكانة لهذا الريادة، وكأن العالم والإنسانية تخلت نهائيا عن العلوم الدقيقة والطبيعية والرياضية الإغريقية، وتبنت العلوم الإسلامية والعربية خاصة في الرياضيات وعلم الفلك وفي علوم الأحياء وفي العلوم الطبيعية. على ذلك هذه هي التخصصات التي فكر فيها يعني ابن خلدون: المجتمع، التاريخ، يعني السلطة، فكر في الاقتصاد، وفكر في التربية، وفي المناخ، وفي الجغرافيا، وفي كل نقد الشعر، كل المجالات. لكن ماذا عن العلوم الطبيعية وعلوم الحياة؟ ما قيمة النزعة الطبيعية في فكرة؟ كيف يمكننا أن نخرج من يعني جبة يعني عباءة ابن خلدون لكي نوجد في العالم، لكي نكسر زجاجة التقليد، لكي نتخلص من الموروث ونعمل عقول، ننظر في الكون ونعمل عقول، نمارس التفكير المختلف والإبداع بطرق جديدة غير مألوفة في المجالات التي نظر إليه، وخاصة في التاريخ. نستعيد وعينا التاريخي في المجتمع، نقوم بتحليل المجتمع على نحو معاصر، وكذلك في المجال التربوي والتعليمي فنؤسس نوع من تثوير طرق التعليم، وكذلك في المجال الاقتصادي نؤسس لنظرية الاقتصاد الاجتماعي والاقتصاد التنموي بالمعنى المتوازن. يعني متى؟ شكرا جزيلا على حسن الانتباه، أرجو أنكم قد استمتعتم بهذه المحاضرة المعمقة حول شخصية ابن خلدون. يعني إلى اللقاء في محاضرة فلسفية معمقة جديدة تتناول شخصية فلسفية تنتمي إلى الفلسفة الإسلامية والعربية وإلى حضارة إقرأ، ويعني نحاول من خلالها أن نطلع على هذه الكنوز وإمكانياتها في تحقيق نوع من الاستئناف الإبداعي، ويعني الترابط التجديدي للإنسان في الحالة المعاصرة. شكرا جزيلا.